تسلمت السلطات العراقية اليوم إدارة معبر فيشخابور الحدودي مع تركيا، وقد كانت تركيا قد منعت الدخول إليه من شمال العراق عند بوابة معبر فيشخابور الحدودي بجنوب شرق البلاد، لأنه ما زال من الممكن دخول العراق من هذا المعبر. يشار إلى أن خطوة غلق المعبر من الجانب التركي جاءت بعد التصويت في الاستفتاء على الاستقلال الذي تنظمه حكومة إقليم كردستان بشمال العراق.